السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا جاية لكم عشان خاطر اشرح لكم ازاي نحط فيديو كعرض اول، تمام؟ بس طبعا قبل اي حاجة ما ننساش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، تمام كده؟ اول حاجة ان احنا بنفتح التحميل الفيديو ده، احنا بنحمله من على جوجل كروم، تمام؟ عشان خاطر نعرف نعمله عرض اول، لكن لو احنا حملناه من على اليوتيوب ما بيظهرش عندنا للعرض الاول، يعني لازم ندخل جوجل كروم من استوديو عشان خاطر نبدا ان احنا نحمله. طبعا هنا الصفحه بتاعتي اللي هي فيها جوجل كروم، صفحه قناه عائله جيجي، عندنا هنا هوت الجزء اللي هو الخاص بالتحميل، بنفتحه وبنبدا نختار الملف اللي احنا عايزين نحمله. ان شاء الله اول ما نبدا ان احنا نتحمل الفيديو هيبقى سهل ان شاء الله علينا ان احنا نعمله عرض اول. اهو اخترنا الفيديو اللي احنا عايزينه، تمام، تحديد العنصر حددناه وقلنا تم، تمام كده بيبدا عندنا هنا هو يتحمل. بمجرد ان هو يتحمل بتتفتح لنا صفحه جديده فيها التفاصيل. اول حاجه ان احنا بنحط العنوان، تمام، العنوان، شوف طبعا العنوان على حسب الفيديو اللي انتوا عايزينه بيتحط. انا مثلا هعمل فيديو خاص قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بنيجي هنا طبعا بنحط هنا هو نحمل صورة مصغرة على حسب الفيديو اللي احنا طبعا بنبقى مجهزينه، وهنا طبعا بنعمل ليه الفيديو ليس مخصص للأطفال، تمام كده. احنا اول بند كده خلصناه، بنبدأ نروح للجزء الثاني من العناصر، بتبقى زي الشكل دوت كده طبعا، وبعدين بندخل في مستوى العرض. مستوى العرض بنبدأ ان احنا نعمله علني، تمام، بس بنظبطه ضبط الفيديو كعرض اول، تمام، واول ما بنظبطه كعرض اول بيدينا تاريخ وميعاد الساعة، تمام. انا مثلا هعرضه بكرة ان شاء الله، بكرة 20/3، اختار لي هو الوقت، خلاص تمام انا اخترته كويس كده. مثلا بكرة الساعة 9 يبقى 9 مساء اهو، نختاره الساعة 9 مساء، طبعا انت على حسب الوقت اللي عندك اللي انت هيبقى فيه العرض بتاعك هتبدأي تحددي الساعة 9 10 الساعة 6 الساعة 7 على حسب اي وقت، وبتبدأي تضغطي على او تبدأ تضغط على ضبط كعرض اول، تمام كده. خلاص احنا هنا هوت اخدنا الفيديو وحددنا ايه اللي احنا عايزينه وايه المستوى اللي احنا عايزينه وخلصنا كل حاجة، بنيجي تحت خالص الفيديو نفسه ونقول ضبط الجدول الزمني، تمام. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا انه سيتم بس العرض الفيديو الخاص بك يوم 20 مارس 2021 الساعة 21، تمام كده، بتقول له تمام اغلاق. هو بقى بيفضل الفيديو بيبقى موجود على البرنامج عندي لغاية ما يجي ميعاده ويتنشر. هنا لو فتحنا المحتوى اهو الفيديو موجود، تمام، الفيديو موجود عندنا اهو، ثانية واحدة اهو، ومخصص مجدول يوم 20/3، كويس كده. بيبدأ بقى ان هو يعمل زي اعلان لكل الاصدقاء اللي مفعلين الجرس عندك، وبيروح لهم ويقول لهم ان في عرض بكرة، عرض اول الساعة كذا، تمام، وبكده احنا نبقى خصصنا العرض الاول. ان شاء الله هيتعرض الفيديو ده، هيبقى بكرة الساعة 9 هيبقى في عرض اول موجود، وان شاء الله يا رب اكون فدتكم في كيفية عرض فيديو كعرض اول في القناة، وان شاء الله ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ان شاء الله من قناة عائلة جيجي. شكرا، السلام عليكم.